السلام عليكم. مرحبا بكم في هذا الفيديو هذا اللي غنشوف فيه درس حول الجبر لينير، الفقرة ديال الاسباس فيكتوريال او ليزيسباس فيكتوريال. هناك نتمنى انكم تتبعوا معنا، لان فيه مجموعة من التعريف ومجموعة من التيوغيم، وايضا فيه مجموعة من الامثلة ليزيكزامبل بور بيان كومبروندر سات بارتي. الهدف ديالنا اولا نديرو واحد التذكير بلي زيسباس المعروفه عندنا في الثانوي. منذ مثلا نبداو ب ار، نبداو ب ار هنا مثلا مجموعه الاعداد الحقيقيه ار، هذا ار فيها أعداد موجبة إلى آخره، واحد جوج إلى آخره، وفيها أعداد سالبة ناقص واحد ناقص جوج إلى آخره. هنا كنديرو صفر واحد جوج، كنديرو إي واحد نقطة إي، يعني كنقسمو هاد المستقيم بواحد تدريجة معينة أو إي، إذا أو إي نفس الوحدة باش قسمناها. وبالتالي أي عدد من خديناه من إر، أي عدد خديناه من مجموعة مثلا ستة، فهي تساوي واحد في ستة. يعني بعبارة أخرى، ستة راه كتساوي أو إي، يعني متجهة أو إي اللي هي فيها واحد فوا ستة. بحال هكا غير بغينا باش نقربو هاد المفهوم ديال الهدف ديالنا من هاد الدرس. إذا ستة كتبنا على شكل أو إي في ستة، أي ستة يعني واحد في ستة ضارب ستة. وبالتالي أي عدد خدينا في R يمكن كتابته على شكل جزء واحد في ستة. بالنسبة للمستوى، المستوى كنديرو هكا، المستوى فيه هاد المرة فيه لي فيكتور، يعني المتجهات أو نقطة. مثلا إلا خدينا نقطة هنا عندها الأفصول ديالها وعندها أرتوب ديالها مثلا ام، وهنا كنقسمو بواحد التدريجه معينه. اذا كنديرو هنا مثلا اي، هادشي راه شفتوه، وهنا كنديرو متجهه جي هنا او، وبالتالي او ام متجهه او ام تساوي مثلا نا مثلا واحد وهذا واحد. اذا نشوفو واحد جوج ثلاثه، اذا هذه ثلاثه فصول ثلاثه، اذا ثلاثه اي زائد شحال من بالنسبة للأخرى تقريبا نفس واحد جوج ثلاثة، غير صدفة هنا. إذا ثلاثة جي، وبالتالي كتبنا المتجهة أو إم على شكل ثلاثة إي زائد ثلاثة جي. كنسموه ثلاثة مثلا، هذا كنسموه بي أوفصول نقطة إم، ولا الأوفصول المتجهة إم، وثلاثة الأخرى اللي عندي حدا جي كنسموه بي الأرتوب. وهنا بالفرنسي كنسمو لي كوردوني، لو كوردوني دو دان فيكتور او ام. اي جي اذا نلاحظ هنا اي جي هي باش كنكتبو جميع المتجهات، كنكتبوهم بدلاله او ام، جميع المتجهه اللي عندنا اللي يمكن نرسموها في المعلم او اي جي، كنكتبوها بدلاله اي جي. إذن هاد اي جي كنسموها ب كنسموها لا باز، يعني بالفرنسي كنسمو لا باز، يعني الاساس، اساس ديال هاد المعلم او الاساس ديال المستوى هي هادي. نفس الشيء الى رسمنا، انتقل عاوتاني ل ار 3، المعلم ديال ار 3. إذن اي نقطه هنا ديرك، اي نقطه راه كنرسموها عندها احداثياتها، انا عندها إحداثيات. إذا كاين إي جي و كا، وبالتالي درنا هنا إم أو إم، نلقى بأن أو إم يساوي عدد الوحدات في محور الأفاصيل. مثلا هنا ثلاثة، ثلاثة إي زائد بالنسبة لمحور الأراتيب يعني إي غريك، غيكون عندنا مثلا إثنان، إثنان جي زائد بالنسبة لهنا مثلا أربعة ولا خمسة، زائد
4 ك. إذن كتبنا المتجه او ام على شكل مجموع ثلاثة ديال العناصر باستعمال المتجه الاساس ديال المتجه اي وجي وك. إذن نقراو التعريف ديال إذن هذا هو الهدف ديالنا واهداف اخرى طبيعة الحال غتجي فيما بعد. نقراو التعريف ديفينيسيون دان اسباس فيكتوريال سواء مني دين لوا دو كومبوزيسيون انترن باش يبان لكم هنا اذا سواء او مني دان اسباس فيكتوريال ان اسباس فيكتوريال هنا او مني دين لوا دو كومبوزيسيون انترن او اي دين لوا دو كومبوزيسيون اكسترن بوان يعني الجدا ملتيبليكاسيون un ensemble mené de deux lois de composition interne et noté plus et une loi de composition externe par rapport à R noté point. Il y a un tarb nisbé li R. Il y a un zaïd, il y a un jmou bi l'anasir de l'E. Ou il y a un tarb là, mais il y a un tarb ou l'anasir de l'E. Ou l'anasir de l'E, on a un soumis ou on a les vecteurs qui m'achèvent à l'étudim. Les vecteurs, on a l'anasir de l'E. وهنا ار العناصر ديال ار هما لي سكالير كنسموه لي سكالير مثلا 1 2 بحال هنا اللي شفنا 3 الفصول 3 4 5 هما اللي كناخذو في اسميتو بالتالي كنديرو 3 في اي اللي شفنا هنا 3 في اي 4 في جي الى اخره واذا كنديرو الضرب عدد ان سكالير ان نومبر دو ار كنضربو في المتجهه يعني اللي هي كتنتمي الى او دونك اون دي كو او تان اسباس فيكتوريال سير ار سي سولمون سي لي بروبريتي سويون سون فيريفي اولا خص يكون او ماني دو بليس ايتان جروب كومينتاتيف اذا شفنا في احد الفيديوهات شفنا شنو هو ان جروب امتى كنقولوا ان جروب بطبيعه الحال يعني خص شنو هي اللي خص يتوفر في هذا سميتو ترجعوا للفيديو تلقاو فيه مجموعه من الشروط باش يكون ان جروب مثلا كاين لي ليمون نوت دو تي ليمون اي سيميتريزابل الى دمي ان ليمون نوت الاسوسياتيفيتي الى اخره هذا خص يكون اولا باش نقولوا راه سي تاني سباس فيكتوريال خص يكون هاد او بليس ان جروب كوميتاتيف ضروري من يكون كوميتاتيف زائد الشرط الاخر يعني تكون عندنا الشرط الثاني هو كيلكو سوا لاندا ايمي ابارتينا ار او كاري ار دو يعني دو زيليمون دو ار كيلكو سوا يو في ابارتينا لسباس يعني فيكتوريال un point et on est un multiple on est un point i يساوي a بحال الا واحد هو ان اليمون نوتر واحد في اي عدد راه كيعطيني العدد اذا الشرط الاول خصنا نشوفوا بعدا واش واحد في اي يساوي اي الشرط الثاني كيلكو لاندا في بين قوسين اي فوا في يعني كنديروا اي فوا في مي فوا في كنديروا العمليه ديالهم عاد نضربوا عاوتاني في اي غيكون نفس النتيجه الا درنا الجدا ديال اي الاعداد اي اي مي اي اي مي ثم ضربناهم في في يعني كنحسبوا كل طرف ونقارنوا غنلقاو النتيجة نفس الشيء الشرط الاخر هو لاندا بليس مي يعني الجداء ديال الافاصيل ولا الارتيب يعني ديال الاعداد الا ضربناهم في متجه اي غيساوي لاندا مي بليس لاندا اي بليس مي فوا اي يعني بحال اللي قلنا هنا النشر ننشر اي على المجموع وهنا ننشر الاخرى الاخيره ننشر لاندا على المجموع ديال المتجهتين اي و في يعني لاندا اي زائد لاندا في اذا قلنا هنا اي راه عندها اكس هادو كنسموهم لي كوردوني اكس 1 اكس 2 جوسكا اكس ان لو كوردوني دان فيكتور اي كنسموه ان فيكتور ان اكزامبل دون ار 3 لونسومبل دي ريال موني دو لوا سويفون دي لوا يعني لا لوا لاديسيون مثلا لا ملتيبليكاسيون كيفاش كنجمعوا الافاصيل والاراتيب الى اخره كلكو سوا ا 1 ا 2 ا 3 ابارتينا ان بي 1 بي 2 ابارتينا ار 3 انا ماشي ار ان وانما ار 3 هنا لو فيكتور اي عنده الافصول والارتوب ار ثلاثه ديال العناصر في الاحداثيات ديالو او في حتى هو هنا راه ماشي ما كنديروش دائما هذا الرمز ديال المتجهه في هنا في لي سباس فيكتوريال انا غير باش نربطوه ب ما رايتموه في التعليم الثانوي اي الرمز ديال اي متجه اي 1 اي 2 3 في بي 1 بي 2 بي 3 الا جمعناهم راه كنجمع الافصول الاولى زائد الافصول الثانيه 1 زائد بي 1 ا 2 زائد بي 2 او ا 3 بلس بي 3
هما الاحداثيات ديال المجموع ديالهم دو في الفي. بالنسبه للمولتيبليكاسيون باغ ان سكالير، ماشي لا مولتيبليكاسيون يعني الضرب، لا مولتيبليكاسيون ديال دو فيكتور اي اي في، هذا كنسموه برودوي سكالير. اذا ما كنهضروش على هذاك، كنهضروا على لا مولتيبليكاسيون دان نومبر باغ او بيان دان فيكتور باغ ان نومبر باغ ان سكالير ابارتين على ار. دونك كيلكو سوا ا 2 ا 3 ابارتين ار 3 ان فيكتور لاندا فوا هاد 3 فيكتور، يعني كندخلو لاندا و كنضربو في اي عدد ان فوا لاندا فوا ا 2 لاندا فوا ا 3. دونك ار 3 بليس بوان ايتان اسباس فيكتوريال، علاش؟ لان ممكن تحقق ار بليس، ار بليس ايتان جروب كوميتاتيف، الجمع راه تبادلي، ار بليس جروب شفناها كمثال في الفيديو، واحد الفيديو. ثم الشرط الثاني خصو يحقق ليا هادو، راه هنا ممكن التحقق منهم. بدينا فيهم المجموع، هو كيفاش كنديروا المجموع، هو الظرف عدد فان سكالير. هما اون بروبوزيسيون، جو اون بروبوزيسيون سوا ان فيكتور ان اسباس فيكتوريال او alors on a les propriétés suivantes. Quel que soit lambda appartient à R, quel que soit U, c'est-à-dire un vecteur I appartient à E, lambda fois I égale à 0 implique lambda égale à 0 ou I égale à 0. هذه معروفة، لأن جد أعدادين مثلا يساوي صفر إذا كان أحدهما إيجال زيرو، يعني لو برودوي دو دو نومبر إيجال زيرو سي لان دي دو إيجال أ زيرو. لا دوزيام، كيلكو سوا لاندا أبارتين أ إر، كيلكو سوا إي في دو فيكتور دو أ، لاندا فوا إي موان في إيجال لاندا إي، يعني نشر نشر هادي. الأخرى نفس الشيء، غير نشر من بالنسبة لإي، والأخرى بالنسبة لي لاندا، يعني ان سكالير. كيلكو سوا لاندا اي مي ابارتين ار، كيلكو سوا مي يعني ان فيكتور ابارتين ار، لاندا موان اي فوا في يساوي لاندا اي موان لاندا في. هادو فقط لي بروبوزيسيون ممكن التحقق منهم. دوزيام شوز جايبنا هو سوزي سباس فيكتوريال. اذا شفنا ان سباس فيكتوريال، سوزي سباس فيكتوريال تو سامبلومون سي اون بارتي دو لسباس فيكتوريال كي فيغيفي كيلكو كونديسيون. مثلا une partie f d'un espace vectoriel e est appelée sous-espace vectoriel de e. Et si la partie de e est f, rakaina dakhil e juz min e, kanqoulou c'est un espace sous-espace vectoriel ou chart loul illa kan l'ensemble f est différent de l'ensemble vide. Dans cette hal ma khsouch ykoun majmou'a farigha. Thumma f est stable par par plus. Ça veut dire que quel que soit FV appartient à F2 et plus V appartient à F. Et là, on a comme même un idéal stable. Un exemple d'idéal stable. Maintenant, stable. On a maintenant l'intervalle juge tel tmenia. L'intervalle stable, nisbel plus, nisbel njmoua. Il a maintenant itnan khs ay adad khdina min dakhl hna min bayn juj tmenia khs ykoun المجموع ديالهم داخل داخل المجال جوج وثمانية. مثلا اثنان زائد اثنان زائد سبعة، اثنان زائد خمسة يساوي سبعة. إذن هذه اثنان زائد خمسة أبارتيان على الانترفال. ولكن بالنسبة لنا خص يكون أي عدد، جميع الأعداد اللي خديتيهم درتي لهم المجموع خص يبقى المجموع ديالهم ضمن F. ولكن هنا غنلاحظوا مثلا الا درت مثلا 2 زائد 7 غيعطيني 9، ولكن 9 ما بارتيان با على انترفال دو 8. هذا يعني ان هذا الانترفال هذا ني با ستابل، جوج 8 ني با ستابل. هذا هو المعنى ديال بالنسبه للضرب اف اي ستابل بار لا ملتيبليكاسيون، يعني كيلكو سوا لاندا ناخذوا عدد مثلا دائما نفس المجال جوج 8 وقتيت مثلا 5، 5 في جوج يساوي 10، ولكن هذا 10 نابارتيان با ا دو 8، دونك ني با ستابل بار لا ملتيبليكاسيون. اذا هنا باش يكون سي سباس خص يكون فيه ستابل، يعني اي عدد ضربناه في ان فيكتور دو اف خص يبقى داك الجدا ضمن اف. On dit que dans ce cas que l'ensemble f est stable par l'addition et par la multiplication par scalaire. Exemple,
انا واحد اكزامبل بي لونسومبل دي مكون من دي كوبل 0 اكس الكو اكس ابارتين ا ار هنا يعني لي كوبل دو اي ار 2 اكس ابارتين غير اي تان سوزي سباس فيكتوريال دو ار 2 ان سوزي سباس علاش لانه غنلقاو بانه اولا اي ديفيرون دو لونسومبل علاش لانه اي كونتين مثلا كيحتوي مثلا على 0 1 0 1 كاين في هاد كاين في بي ابارتين بي دونك اي ديفيرون دو لونسومبل فيد الشرط الاول الشرط الثاني هو لا ستابيليتي بالنسبه للبليس ولا ستابيليتي بالنسبه لي اللي سميتهم بالنسبه للضرب لا ستابيليتي بالنسبه للبليس مثلا الا خديت 0 اكس بليس 0 اي غنلقى هو 0 بليس 0 هو 0 وهنا اكس بليس اي اكس بليس اي عندنا راه ابارتينا ار الى ابارتينا ار مجموع عدد عددين الا كانوا في ار لو سوم دو اتر ريستي دون ار ريست دون ار دونك هذا سميتو هذا الي ابارتينا ا بي اي تي كيحقق لي هادي الى ابارتينا بي دونك استابل نفس الشيء بالنسبه لي ا هذه المره ايغريك الافصول هو اللي كان ولكن الارتوب يساوي صفر ابارتينا اي سوز اسباس فيكتوريال دو ار دو هذو اللي شفنا هذو راه المعنى ديالهم مثلا بي بي صفر ار راه هو المحور شنو من النقاط اللي عندهم الافصول صفر افصول صفر هو محور الاراتيب دونك هذا هو بي بي هو محور الاراتيب لان جميع النقاط ديالهم هو عندهم الافصول صفر وهذا هو ا علاش لان جميع النقاط ديال هادو عندهم اكس ارتوب صفر هذا غير باش نقربوا هذه المجموعه ديال ا شنو هي ا شنو هي بي يعني فقط المحورين افصول الافاصيل والاراتيب الدوزيام اكزامبل لا ريونيون دو بارتي بار اكزامبل او بيان دو دو انسامبل ني با ان اسباس فيكتوريال دو ار 2 علاش لانه مثلا لا ريونيون ديال هادو ديال ا و بي يعني غناخذ مثلا 1 0 و 0 1 الا جمعناهم ا و الا جمعنا هادو شنو غيعطيني يعطيني 1 1 1 1 ن بارتيان با لا ريونيون لان لا ريونيون ديال هادو هو كيتكون من صفر عدد او لا عدد صفر هذا هو لا ريونيون يعني جميع لي كوبل كيكونوا على هذا الشكل هذا ماشي يكون عنده واحد واحد ولا جوج جوج ولا واحد ثلاثه دونك ني با زان سو سباس فيكتوريال دوزيامون لا فامي جينيراتريس اي لا باز اي لا ديمونسيون يعني هاد العناصر غنجيبهم في لا دوزيام بارتي فامي جينيراتريس سواء ان اسباس فيكتوريال اس ايغال لونسومبل دي فيكتور اي ان جوسكا اي بي كومبوزي دو بي فيكتور دو Définition soit I1 jusqu'à IP des vecteurs de E. On appelle donc combinaison linéaire de ces vecteurs toute expression de la forme. Combinaison, on a dit qu'on combine, on a dit qu'on jume, on a dit qu'on jume, nous allive, combinaison. إذن كومبينيزون لينيير تأليفة الخطية هي بالضبط المرادف ديالو كومبينيزون هو تأليفة الخطية دي فيكتور توت إكسبريسيون دو لا فورم إي يساوي إي سيت أن إليمون دو أو إي إيكال لا سوم ديال لي زاندا لاندا فوا لي فيكتور يعني لاندا أن فوا إي أن بليس لاندا دو فوا إي دو جيسكا لاندا بي فوا إي بي أفيك لي لاندا هنا سو سون دي إليمون دو غالبا هنا كنا دو كنسموها هادو لي كنسموهم بي لي سكالير يعني افاصيل مثلا غنشوفو كنا قبيله افاصيل راتب الى اخره هادو كيتسموا لي سكالير يعني شحال فيه من ثلاثه من متجه لواحد شحال فيه من متجه لجوج الى اخره باختصار كنكتبوها بطريقه اخرى لا سوم دو اي جوسكا دو اي كالا ان جوسكا بي ديال لاندا اي ادار طريقه اخرى للكتابه مبسطة ديال لا كومبينيزون لينيير ديفينيسيون لو سوزي سباس فيكتوريال اف اللي كيتكون من اي ان يعني لي فيكتور دو او اي ابلي انا ما كيبانش
Donc la définition, le ces espaces vectoriels F de U1 jusqu'à UP, le couinette de F de E appelé ces espaces vectoriels engendrés par U1, U2 jusqu'à UP. Donc la F, le ces espaces, est dite famille génératrice de E. La famille génératrice. هذا مصطلح يعني نعرفوا شنو هو الجينيراتريس ماشي ترجمه ديالو وانما المعنى ديالو الرياضي لا فامي جينيراتريس يعني كتولد لينا بحال اونجوندر يعني كيتولد مولده ديال لسباس فيكتوريال او بمعنى لا فامي جينيراتريس يعني كيلكو سوا اكس ابارتيان او الا خدينا واحد الفيكتور ديال او دونك ايل اكزيست دي لاندا اي ابارتيان ار لي سكالير tel que x s'écrit sous la forme de la somme de lambda i, 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 tel la fin, i1, i2, jusqu'à lambda 1, i1, plus lambda 2, i2, à dire, le mané de génératrice. Quel que soit x appartient, x s'écrit sous la forme de la combinaison linéaire. Exemple, soit f, l'ensemble défini par f égale l'ensemble de 2x, moins y plus z 3x يعني في الارتوب ديالنا انا مكون من ثلاثه ديال لي بارتي وفصول الارتوب هنا z دونك 3x زائد 2y ناقص z ولا بارتي الاخرى z ناقص y z ناقص y ثم x يعني اربعه ديال العناصر اللي كاين فيه اربعه ديال لي بارتي 1 2 3 4 x y z appartient à R montrant que l'ensemble F est un sous-espace vectoriel de R4. En effet, on a 2x, 2x moins y plus z, la partie de l'oula, égale. On a, on chauffe la partie de l'oula, fait x. On chauffe les coordonnées, les coefficients de x. Les coefficients de x, la partie de l'oula, on a. On va dire le point virgule. Le coefficient de x sur la partie tania, on voit tlata. Le coefficient de x sur la partie talita, la partie talita via z naqis y, ma fiyach gay x, et dans le coefficient de l'oua 0. Le coefficient de x sur la partie rabia, kain x fakat, et dans yani wahed. M'chew zaid, zaid, et dans moumkin. نكتبو هنا غنكتب مثلا وصلنا هادي ها هي غنكتب فيها مثلا اكس بما ان عندي غير اكس واي وزد اكس بليس اي غندير هاك بليس زد كل بارتي فيها اربعة فيها اربعة ديال واحد جوج ثلاثة أربعة إذا واحد جوج ثلاثة أربعة واحد جوج ثلاثة أربعة وغنشوف هنا إكس إذا هو إذا باش هنا بالإختصار باش نختصروا الجواب إذا عندنا إثنين إكس ناقص إيكغيك زايد زيد قلنا هنا أوفصول ديال أو الكوفيسيون ديال إكس في لابارتي الأولى هنا هاهي الكوفيسيون هو إثنين إذا كنجي نكتب إثنين الكوفيسيون ديالو في الجهة الأخرى هو ثلاثة أيوا إذا هو ثلاثة الكوفيسيون ديالو في الطرف الآخر في الوسط عندنا زيد موان إكغيك مكانش إذا صفر والكوفيسيون ديالو في الآخر هو واحد غنمشي لإكغيك ندير نفس الشيء لابارتي الأولى دائما هنا إكغيك إذا الكوفيسيون ديال إكغيك هو ناقص واحد إذا ناقص واحد الكوفيسيون ديالو في لابارتي التانية عند لابارتي التانية ثلاثة إكس زائد جوج إكغيك ناقص زيد هو جوج الكوفيسيون ديالو في لابارتي التالتة z موان y دان موان z موان z ولكن في لابارتي الرابعة هنا صفر صفر بالنسبة لز دان في لابارتي الأولى جوج x ناقص y زائد z دان واحد واحد لو كوفيسيون ديالو في لابارتي التانية تلاتة x ناقص زائد اتنين y ناقص z هي ناقص واحد ناقص واحد وفي لابارتي التالتة z ناقص هي واحد وفي لابارتي الرابعة يعني اللي هو هنا غيكون صفر إذن هي هادي en posant donc u1 يساوي u2 3 4 1 u2 يساوي يعني هادو هذا
غنسميو اي1 وهذا غنسميه اي2 وهذا غنسميه اي3 هو هذا. Alors on trouve que f s'écrit sous la forme x, ou x fois i1 plus y. Alors, x fois i1 plus y fois i2 plus z fois i3. Donc, f, donc f est un sous-espace vectoriel engendré par les vecteurs i1, i2, i3, 2, r4. C'est le sens de sous-espace vectoriel engendré. Le sens de engendré. Donc, quand on a f, à تعبير ديال les éléments ديال f, حولناهم حاولنا نقلبوا على لي فيكتور كي اونجوندر لو سباس فيكتوريال اف بهذه الطريقه. هذه الطريقه مهمه, هي اساسيه فاش هي باش كنحولوا او باش كنلقاو لي فيكتور كي اونجوندر ان سباس او بيان ان سباس فيكتوريال. نمشيو للفقره الاخرى. اكزومبل, ان اوتر اكزومبل, سوا soit les vecteurs de R3 suivants, E1, E2, E3. On a quand même bien nade E1, il fait 1, 0, 0, dit R3, le vecteur de l'autre 0, 1, 0, le vecteur de l'autre 0, 0, 1, c'est-à-dire qu'on s'appelle bien la base canonique de R3. Ou qu'on a la base canonique de R2, de R4, de Rn, et l'autre. Montrons que S qui constitue du E1, E2, E3 est un système générateur de R3. Système générateur, yani engendre. En effet, soit X, en arc de X, les coordonnées de X1, X2, X3, un vecteur de Rn. On a imaginé Rn, R3, pardon. On a R3. On va modifier Nash, on va prendre un exemple simple. R3, là. يعني بوسونس نوع إذن هنا ماشي ار ان او نا دونك اكس اكس ايغال يعني اكس 1 اكس 2 اكس 3 لي كوردوني يساوي اكس فوا اكس فوا 1. الا شدينا مثلا اكس 1 فوا لو فيكتور 1 بليس اكس 2 فوا لو فيكتور 2 راه غيعطينا هاد لي كومبوزون د هاد اكس 1 اكس 2 اكس اكس 3. راه نوضحوا هنا كاع علاش لا x1 x1 فوا شنو غيعطيني هنا x1 فوا 1, اذا غيعطيني x1 وهنا غيعطينا 0 0 في لي زوتر كوردوني بليس الاخرى x2 فوا 0 سي 0 x2 فوا 1 سي x2 هنا x2 فوا 0 0 بليس الاخرى x3 فوا 0 0 x3 فوا هنا x3 fois 0, c'est 0. La fois x3 fois 1, c'est x3. Mais quand je me rends, je me rends compte que les vecteurs, et quand je me rends compte que l'offsol, ou l'offsol, le tenu, l'offsol, il y a x plus 0 plus 0 ou x. Y, c'est 0 plus x2 ou x2. x1, non. 0 fois plus x2 ou x2 plus 0 ou x2. واخيرا 0 بلس 0 بلس اكس 3 هو اكس 3. اذا هو كتبنا اكس 1 اكس 2 صوره فورم ديال هاد سميتو هذا اللي قلنا صوره فورم دي او بيان اون فونكسيون دو لا باز كانونيك لي زيليمون دو لا باز كانونيك 1 2 او 3. دونك اكس 1 يساوي اكس 1 اكس يساوي اكس 1 فوا او 1 لان هذا او 1 وهذا او 2 وهذا او 3. يعني ان S, E1, E2, E3 est un système générateur de R3. Nous système générateur. Quel que soit l'élément X appartient à R3, il s'écrit sous la forme ADI. Il s'écrit sous la forme de combinaison linéaire des éléments de la base E1, E2, E3. Nous avons la base canonique. يعني الاساس قلناها في الاول غنشوفو فيما بعد. اكزومبل, انوتر اكزومبل, كونسيديرون لونسومبل اف دو فيكتور x1 x y z دو r3. دائما كنعطيو امثله هنا ب r3 بسيط, تلك
2x moins y plus z égale à 0, montrant que f est engendré par les deux vecteurs. Les deux vecteurs 1, 2, 0 et 0, 1, 1. En effet, on a y égale 2x, on a 2x moins y égale plus z égale à 0, كنكتبو مثلا واحد منهم بدلاله الاخر اللي درنا هنا بحال درتي اكس بحال درتي واي بحال درتي زد غير هنا باش دائما كنقلبوا على اسهل باش ما نحلوش في الحسابات اذا هنا غندير واي للجهه الاخرى غيعطيني واي يساوي 2x بلس زد ها هي واي يساوي 2x بلس زد اذا شنو غندير هنا بلاست كنش بلاست هاد عندي اكس y z اذا بلاست x x غنخلي x ولكن بلاست y غندير هاد النتيجه اللي لقيناها حيت كتبناها بدلاله العنصرين الاخر 2x كتبناها بدلاله x و y هنا 2x موان بلس y بلس z 2x بلس z و الاخر راه فيه z الطرف الثالث فيه z غيبقى اذا ان كما شفنا قلنا في الاول واحد المثال السابق انا كنقسمهم اذا غيكون عندي x فوا ان فيكتور بلس y فوا كذا بلس z ونقلبوا على لي كويفيسيون ديالهم فوا بالنسبه لx اذا في الاول كاين فهنا كاين واحد اذا غندير واحد هنا جوج x بلس z اذا لو كويفيسيون ديال x هو جوج بالنسبة ل y بالنسبة ل y إذن حيت عندنا غير ثلاثة ديال العناصر بالنسبة ل y مكاينش إذن بالنسبة للطرف الثاني واش فيه x هنا مكاينش x إذن صفر نمشيو ل y y في الأول مكاينش إذن صفر عاوتاني الوسط هنا مفيش y صفر وهنا عاوتاني زيد كان غير زيد مكاينش y هذا يعني ان هذا ما كاينش كاف عندي في هذا التعبير هذا بالنسبه للزد في الاول اذا الزد المعامل ديال الزد فهنا ما كاينش كاين غير اكس اذا صفر المعامل ديال الزد في الطرف يعني في الوسط هنا هو واحد اذا كندير واحد والمعامل ديال الزد في الطرف الاخر الثالث هو واحد وبالتالي كنحصلوا على هذا لاباز على هذا ليمون وبالتالي اف اي دونك انسامبل دي كومبينيزون لينيير دي فيكتور واحد جوج صفر اي صفر واحد واحد نتمنى انو تفهموا هاد ما معنى جينيراتريس غندوزو لسيستيم لي او بيان فامي لي فامي لي سوا او ان اسباس فيكتوريال ان اسباس فيكتوريال انا سوا او ان اسباس فيكتوريال اس سي ان سيستيم او بيان انسومبل دي زيليمون اي ان جوسكا اي بي لي فيكتور اي ان composé de p vecteurs de E. Définition, on dit que S est un système lié s'il existe 10 scalaires lambda 1 jusqu'à lambda p de R non tous nuls, tel que lambda 1, la somme de lambda i jusqu'à lambda p ip égale à 0, on dit aussi que i1 et i sont linéairement indépendants. Et donc, on dit bien سيستيم هذا إليي لو سيستيم إليي أو بيان كنقولو لي سيستيم إليي أو بيان كنقولو لي فيكتور هادو سون لينييرمون انديبوندون يعني هناك لينييرمون ديبوندون ديبون لينيير ديبوندون يعني ترابط خطي مرتبطين خطيا بالعربية ترابط الخطي يعني متى إلا كانوا هاد لاسوم هادي هاد العلاقة هادي يساوي زيرو ولكن لي لاندا هادو ماشي كلشي هم كيساويو صفر لابد من شي وحدين يخالف خص تكون خالف صفر اكزامبل سوا لو فيكتور اي 1 لي فيكتور اي 1 عنده 1 0 2 اي 2 0 3 0 اي 3 2 9 4 ومركون 2 ار 3 ومركون كو اي 3 مثلا يساوي 2 9 4 هو هذا راه ممكن نكتبو على شكل مجموع اللي هو جوج زائد صفر زائد ربعة زائد صفر زائد يعني مجموع ديال جوج ديال
دو فيكتور هكايا. كنشوفوا مثلا بان جوج او اربعه هما مضاعفات لاثنان، اذا كندير نخرج اثنان على برا كيعطيني واحد، وهنا جوج، وهنا صفر تسعه ثلاثه، تسعه مضاعف لثلاثه كنعملوا بثلاثه كيعطيني صفر ثلاثه صفر، وبالتالي كنحصلوا على هاد بالضبط، هاد واحد صفر واحد صفر جوج هما هذا اللي عندي اي ان، وصفر ثلاثه صفر هو اي ثلاثه، وبالتالي شدينا ثلاثه وكتبناها على شكل مجموع ديال اي ان و اي ان و اي دو، يعني ان مرتبطين هادو سون لينيامون ديبوندون، مرتبطين اي ثلاثه مكتوبه على شكل اي ان و اي دو، او بيان اون فونكسيون دو اي ان اي اي دو، دونك سون لينيامون ديبوندون. Il en résulte que I1 de I1 plus 3 I2 moins I3 égale à 0. Ah oui, on est tout à l'heure sur cette là. Il y a une combinaison linéaire. Voilà, quand on dit on a 0, on va voir ce qui est lié. Quand on voit le coefficient de I1 ou juge, de I2 ou 3, de I3 ou 1. Et donc, ma quand je fais un, ma chic qui est 0. Que l'homme qui est en faux 0. هنا فقط ماشي كله، ماشي جميع، في جميع الحالات راه كل كيخالفوا الزيرو، لا خاص ما يكونش كلهم كيساوي صفر، يعني لابد من شي وحدين يخالف صفر، ممكن يكون واحد منهم يساوي صفر جوج، ولكن كلشي هم لا. دونك لو سيستيم هذا اي لي ان اوتر ان اوتر ديفينيسيون سيستيم ليبر. طب الحال الا كان ماشي لي، غنشوفوا ما معنى ديال ليبر. ديفينيسيون اون دي كو اس اي ان سيستيم ليبر، يعني نفس السيستم اللي شفنا في الاول، ولكن هنا غنقولوا بانه اي ليبر سي سولومون سي الا كتبنا سو فورم دين كومبينيزون لينيير ايغال ا زيرو، الوغ اي لاندا لاندا ان ايغال لاندا دو ايغال لاندا جيسك لاندا بي ايغال زيرو، يعني كل هادو غيساويو صفر، يعني العكس ديال الاول. الاول لي يعني ماشي كلشي هم كيساوي صفر، هنا خص كلشي هم كيساويو صفر. اون دي كو سي on dit aussi que I1 et jusqu'à EP sont linéairement indépendants. Et ils sont indépendants. Et un exemple, soit les vecteurs E1, de la base canonique de R3, soit les lambda 1 jusqu'à lambda 3, les éléments de R3. Supposons qu'une combinaison linéaire I1, I2, E2 plus I2, E3 plus lambda fois lambda 3, E3 égale à 0. On va montrer bien libre, yani on va montrer bien lambda 1 égale lambda 2 égale lambda 3 égale à 0. Yani donc on remplace E1 par le vecteur E1, le vecteur ديالو يعني 1 0 الى اخره هو égale à 0. هنا غيعطيني ماذا؟ غيعطينا جوف pardon. هنا هو قلبوا على ستيلو باش نكتبوا بوينتر بان. اذا قلنا هنا، اذا الا جمعنا هادو شنو غيعطيني؟ نجمع عاوتاني هادو، راه درنا بحالو في سابقا. اذا الا جمعتها غيعطيني لاندا 1 لاندا 1 هنايا، وهنا صفر صفر الى اخره، وهنا غيعطيني عفوا لاندا 1، وهنا غيعطيني لاندا 2، نجمع صفر زائد هنا جوج في واحد هي لاندا جوج في واحد هي لاندا جوج، يعني في الوسط، وبالتالي لاندا جوج، وفي الأخير عندي صفر، عندنا صفر وهنا صفر، وعندنا لاندا تروا في واحد هو لاندا تلاتة، دونك هذا إيكالا زيرو، إيكالا زيرو زيرو زيرو، يعني أن لاندا أن إيكالا زيرو، لاندا دو إيكالا زيرو، إي لاندا تروا إيكالا زيرو. هذا دونك فورسيمون لاندا أن إيكالا لاندا دو إيكالا لاندا تروا إيكالا زيرو، إي باغ سويت لو سيستيم أو أن أو دو أو تروا إي ليبغ. أن أوتر إكزومبل، كونسيديرون دون إر دو إي أن إيكالا أو أن، إي واحد جوج إي دو إيكالا تروا موانز أن، يعني مكون غير من دو فيكتور، شيرشون لاندا أن إي لاندا دو غيال تلكو. لاندا 1 فوا اي 1 بليس لاندا 2 فوا اي 2 ايكال 0، يعني نفس الشيء غندير لاندا 1 لاندا 1 فوا اي 1، غنعوض اي 1 ب لي كومبوزون اللي هما 1 جوج، هاهو نعوضو او 2 اي 2 ب 3 ناقص 1،
وخص الطبيعة الحالة راه عندنا درنا صفر على صفر، وصفر عندي بالنسبة لإف دو هو زيرو زيرو، هذا راه هو هذا هو هذا، غير هنا إر دو، دونك إر دو راه كيتكون من من أفصول وال أور توب، سيتادير كو إلا جمعناها عاوتاني هادو كيما درنا في الفوق، لاندا أ لاندا أ في واحد بليس تلاتة لاندا دو، تلاتة لاندا دو، تلاتة لاندا دو غيساوي زيرو، يعني غيعطيني هنا لاندا أ إلا جمعناهم، نعاود نجمعهم هنا، هذا غيعطيني لاندا أ. هنا لاندا ان فوا جوج هو جوج لاندا ان بليس لاندا دو في تروا موان يعني تلاتة لاندا دو، هنا لاندا دو في موان يعني موان لاندا دو، هذا غيساوي زيرو زيرو. دونك خص الا جمعنا هذا غادي نعطينا لاندا ان فليس يعني هاد لاندا ان الافصول ديال هذا مع الافصول ديال هذا خص المجموع ديالهم يساوي هاد الافصول هذا، يعني بليس 3 لاندا 2 ايكال 0، والاخرى لاندا 2 جوج جوج لاندا ان موان لاندا دو، عفوا لاندا هاذي لاندا جوج، لا جوج لاندا جوج موان لاندا جوج هي غتساوي، يعني هذا غتساوي أورتوب ديال لاخر يعني غتساوي زيرو، ونحلو هاد النظمة هادي ونلقاو لاندا أن إي لاندا دو، يعني بالنسبة للولا المعادلة الأولى غتعطيني لاندا أن، لاندا أن إيكال موان 3 لاندا 2، هادي اللي غادي نعوضو في هنا باردون، هنا خلطنا هادو لاندا 1 لاندا 2، إذا كان هنا لاندا 1 عفوا حنا لاندا 1، وهادي راه لاندا 1 هنا لاندا 2 لاندا 2، دونك هنا 1 لاندا جوج والاخرى لاندا واحد، لاندا واحد هادي لاندا واحد راه باينة هنا لاندا واحد، وهنا لاندا جوج، دونك في التانية غنعوضو شنو غنديرو، جوج لاندا ان، لاندا ان هو تلات ناقص تلاتة لاندا جوج، غي هنا يساوي ناقص لاندا جوج إيكال زيرو، ناقص لاندا جوج إيكال زيرو، بطبيعة الحال يعني ناقص ستة لاندا جوج موان لاندا جوج إيكال زيرو، هذا راه ديمنيا غتكون يعني ناقص سبعة لاندا جوج إيكال زيرو، يعني لاندا جوج إيكال زيرو، وبالتالي إذا كانت لاندا جوج إيكال زيرو يعني لاندا أن إيكال زيرو، هي هادي. هيا واخا انا كتبها لينا صعيب باش تكتب هاد، دونك لو سيستيم اي ان اي دو اي ليبر اي ليبر. الان لا باز، ما معنى لا باز؟ انا باش يبان بوينتور لازر سوا ان اسباس فيكتوريا ديفينيسيون ان ان سيستيم بي دو او ايديت باز دو او سي بي اي على فوا ليبر اي جينيراتور ليبر، راه شفناه يلاه شفناه في الاول اي ليبر، خص تكون ليبر وتكون في نفس الوقت جينيراتور، يعني توت ايليمون دو اكس كتكتب سو فورم ديال لا كومبينيزون لينيير ديال لي زيليمون لي لاندا اي اي لي زيليمون دو لا باز اي ان اي دو ان، هي لا تيوريم الاخرى باينه. دونك ان سيستيم بي دو او اي ان باز دو او سي سولومون سي توت فيكتور دو او سيكري دو فاسون انيك، دو فاسون انيك يعني بطريقه واحده، ما يمكنش نلقاو لي لاندا ان لي دو، يعني اكس مكتوب على شكل جوج طرق ب اي ان اي دو، لا ان فاسون اونيك لو كومبينيزون لينيير، عاد غنقولو راه 60 باز.
دونك هنا لا ديفينيسيون اللي كنستعملوا اكثر هي هذه، هي اللي كتخدم. دونك بي ايديت ان باز سي لي ليبر، اذا شفنا اشنو هو ليبر. ثم اي جينيراتور، جينيراتور يعني مولده، يعني توت اكس سكري سو لا فورم دين كومبينيزون لينيير. هذه هي لا باز. اكزامبل soit E, soit les vecteurs de Rn, Rn suivantes. E1, de 1 jusqu'à 0, de, yani, offsol de 1, ou le matabaka est 0, E2, offsol 0, urtub 0, matabaka 0, En, 0, 0, 0, jusqu'à la fin, ratkun 1. Le système B, le système B, ou bien la famille B, E1, E2, En, est une base de Rn. Est une base de Rn. Base, يعني, la base, une base de, on l'appelle base canonique. Gnav, شفناه كمثال بالنسبة ل E2, R2, R3 إلى آخره. إذن la base canonique. Soit les monomes, هذا مثال الأول. مثال الثاني soit les monomes suivants. يعني هذا اللي كتكون لنا les polynômes. البولينوم يعني مثلا نعطيو شي مثال هنا، مثلا بي دو اكس اللي هادو هي غتكون لينا لاباز، فالمون باردون بوانتور لو بان. اذا هنا نعطيو مثال ديال هذا بولينوم بي دو اكس، مثلا بي دو اكس ايكال مثلا واحد بليس x 2x plus 3x au carré 3x au carré. Maintenant, هذه 1 اذا انا يكون عندي 1 هنا x ثم x 3 x au sin. هذا عطينا غير مثال بسيط. إذن هادو بحال اللي قلنا لا باز ديال لا باز، هادي لا باز كي كونستيتي لي بولينوم دو دوغري 2، حطهم دوغري 2. وهنا وبالتالي اي بولينوم دوغري 2 راه دائما كاين فيه هاد واحد اكس و اكس او كاري. اللي كيختلف هو هاد لي كويفيسيون اللي كيكونوا هنا، هاد لي كويفيسيون اللي كيكون حدا اكس، مثلا عندي واحد جوج ثلاثة. لي كويفيسيون اللي دان هو واحد جوج ثلاثة، هادو هما لي كوفيسيون اللي عندي في هاد المثال اللي درنا هنا. كوفيسيون هما هادو. دونك هاد اللي قلنا بي دو ان جي دو ان اكس اكس او كاري اكس ان، ماشي اكس دو، هاد اكس او كاري اكس اس ان، ايت ان باز دي بولينوم دو دوغري انفيريو ايكال ا ان. ان اوتر تيوريم، تيوريم دو باز انكومبليت، يعني مبرهنة ديال الأساس غير الكامل، يعني incomplete ما كاملش. سواء جي U1 U2 UP ان سيستيم جينيراتور، سيستيم جينيراتور دو E، يعني هو اللي كيولد لينا E. اي اون سيبوز كو لو سيستيم L U1 U2 جوسكا UK، لاحظوا بأن هنا UK تيل كو اي ليبر، اون سيبوز هذا اي ليبر كي انفيريور ا بي، يعني عدد العناصر ديال L راهو اقل من عدد العناصر ديال جي. دونك ال اي انكلي دون جي، اي جي راه دون بي عفوا، اي بي راه انكلي دون جي. دونك اذا قلنا الي اكزيست ان باز بي تلكو، اذن الا كان هذا ال ان سيستيم ليبر، ال ان سيستيم ليبر، جي سي ان سيستيم جينيراتور دو او، دونك الي اكزيست ان باز، كاينه واحد لا باز بي تلكو ال L, le système L qui est la base B ou B qui est le système générateur de E. On a un exemple qui est le soit R3, les éléments et U1, 1, 1. Yani, les composants de U1, 1, 1 de R3. On lui adjacent donc du vecteur de la base canonique. On a un R3
لا باز كانونيك ديال هو O1 O2 O3، ولكن عنده لي باز اخرين ماشي بالضروره تكون كانونيك، غير هذه كنسميوها لا باز كانونيك. يعني دو سباس عنده عده بزاف ديال لي باز. شيرشون ان باز دو شيرشون شيرشون دونك ان باز دو ار 3، غادي نقلبوا على ان اوتر باز دو ار 3 من غير هاد لا باز كانونيك. لي فيكتور اي دونك اللي عندنا لي فيكتور اي او 1 او 2 سون لينيرمون انديبوندونت، هادو سون لينيرمون انديبوندونت. راه ممكن عاوتاني نبرهنوا عليها كيفاش. لاندا 1 او 1 بليس لاندا 2 او 2 بليس لاندا 3 اي ايكال، الا جمعنا هادو بطبيعه الحال رانا او 1 او 2 راه سون سميتهم يعني لا باز كانونيك، يعني 1 0 0 والاخرى جوج 1 0 1 الى اخره، وجمعنا عطينا لاندا 1 بليس لاندا 2 بليس لان في الاورتو بغي يعطينا لاندا 2 بليس لاندا 3، واخيرا عطينا هنا لاندا 3 ايغال ا 0 0. ها هو اي ان، راه عوضنا هنا اي ان دو ان ان ان، اذا زيرو ملي كنجمعوا هادو نحلوا هاد السيستيم اللي هو اي ان بليس اي دو بليس اي 3 ايغال ا 0، اي دو بليس اي 3 ايغال ا 0، اي لاندا 3 ايغال ا 0. هنا لاندا 3 ايغال ا 0، الا كانت لاندا 3 هنا ها هي ايغال ا 0، نجمعوا مباشره لاندا 3 ايغال ا 0، دونك هادي غتكون زيرو. بما ان هذا زيرو اذا لاندا 2 ايغال ا 0، وهذا كله كيساوي زيرو ها هو لانه افصل. وبما ان لاندا 3 ايغال ا 0 دونك لاندا 1 حتى هو غيكون يساوي زيرو. اذا ها المفتاح ديالو هو هذا، وهذا اللي عرفنا المفتاح ديالو هو هذا، علاش؟ لانه بوحدو هنا اذا كيساوي زيرو، بالتالي كنستنتجو لاندا 1 لاندا 2 ايغال ا 0. دونك الى لقيناهم ايغال ا 0، لاندا 1 ايغال ا 0، لاندا 2 ايغال ا 0، لاندا 3 ايغال ا 0، دونك سي ان سيستيم جيناتور سي ان ليبر ليبر، هذا هو التعريف ديال ليبر. لو فيكتور دونك او 3 اي 3 سون كومبينيزون لينيير دو اي او 1 او 2 اللي هو او دو او، مثلا او عندنا او 1 بليس او 2 او بليس او 3 راه هي هادي، هاد راه او 1 هنا الا جمعنا هنا راه او 1 بليس او 2 الا جمعناهم غيعطينا 1 زائد 1 زائد 1، 1 زائد 1 في الوسط زائد 1 هنا هنا وهنا وهنا راه غيعطينا هذا. دونك عندنا اي ان يساوي لا سوم ديال اي دو اي ان اي دو او ان او دو او 3، اون ديدوي كو او 3 يساوي يعني كتبنا او 3 بدالات اي اي او 1 اي او 2، دونك لو فيكتور هاد لي فيكتور 3 فيكتور اي او 1 او 2 فورم ان باز دو ار 3. لاحظوا بان سي تو نوتر باز، نوتر باز في اي وفي او 1 وفي او 2. اكزيستونس دين باز، انت كنقولوا بان ان باز الشرط باش تكون ليكزيستونس دين باز دان اسباس فيكتوريال، دو تي اسباس فيكتوريال، دو تي اسباس فيكتوريال هنا دو تي اسباس فيكتوريال دو ديمونسيون فيني نون ريدوي ا زيرو ادمي او موان ان باز، يعني اي اسباس فيكتوريال خص غير تكون لي ديمونسيون ديالو ديمونسيون فيني ما يكونش انفيني، الوغ غتكون عنده او موان باز، يعني على الاقل واحد لا باز وحده، يعني على الاقل ملي كنقولوا على الاقل يعني وحده جوج ثلاثه الى اخره او موان ان باز. اذا شفنا في المثال السابق بان ار 3 عنده واحد لا باز كانونيك 1 2 3، ورقينا واحد لا باز الاخرى الثانيه هذا، وكاين بزاف ديال لي باز اخرين. باغ كونفونسيون لونسون فيد اي اون باز دو زيرو، هذا ما كيهمناش. اذا تيوريم سوا او ان اسباس فيكتوريال دو ديمونسيون فيني، E un espace vectoriel de dimension finie, يعني الأبعاد ديالو فيني. من بعد نشوفوا شنو هو الديمونسيون ديال فيني، معنى الديمونسيون فيني. Toutes les bases de E ont le même nombre de vecteurs. Son nombre s'appelle la dimension de E. إذن هي la dimension de E ما معنى ديالها. On note dimension de E. إذن dimension de E شنو هي dimension de E؟ يعني le nombre des vecteurs ديال la base، يعني عدد العناصر اللي كتكون la base ديال E. مثلا R3 شفنا la base canonique عدد عناصر E1 E2 E3، اذا dimension de E3 هو 3. هنا دونك en général
en général, mais dimension de l'espace vectoriel ou le nombre des éléments de la base de l'espace vectoriel. Donc, soit un espace vectoriel de dimension finie. Dimension finie. Il y a une dimension finie. Rakanadro, elle a la base. Ou tel nombre des éléments de la base. Aïkouhtawa fini. Exemple, si E égale ensemble E égale à 0. Le singleton 0. On pose par convention dimension de E égale à 0. Dimension de E égale à 0. Machi bouhd. Dimension, il est qu'un adad. كتكون غير من صفر مثلا راه الديمونسيون ديالو هو صفر الابعاد ديالو صفر بحال ان بوان مثلا شنو هي الابعاد ديال ان بوان ديمونسيون ديال ان بوان الا رسمنا ان بوان هو الابعاد ديالو هو صفر في حين ان دو بوان كيكون يعني على الاقل بيناتهم مسافه لا ديمونسيون دو ار ان ايغال ان كار لو كاردينال دو بي يعني هاد لاباز بي مكون من ان جوسكا ان عدد العناصر ديال هاد لاباز بي هو ان من واحد حتى ان Donc la base canonique de Rn est égale à n. Obtenez les dimensions de Rn égale à n. Un autre exemple, considérons l'ensemble f du vecteur x, y, z de R3 tel que 2x moins y plus z égale à 0. Cet ensemble peut s'écrire sous la forme f du série qui m'a chfna le wall. 9 star et par le midel chfna. En ktbou y. هو بالضبط اللي شفنا غنكتبو y بدلاله زد غنردو يعطيني y يساوي 2x موان 2x بليس زد وغنلقاو هاد لي فيكتور اللي هو 1 2 0 0 1 1 اذا شفناه في واحد المثال السابق ممكن ترجعوا ليه وتلقاو نفس دونك لو سيستيم بي 1 1 2 0 اي 0 1 لو فيكتور الاخر 0 اي جينيراتور دو اف علاش لان كيلكو سوا اكس ابارتيان ا اف ان اليمون دو اف يل سيكري سو لو فورم ديال كومبينيزون لينير من جوج ديال العناصر اكس بل اكس فوا هاد لو فيكتور اكس فوا هاد لو فيكتور بلس زد فوا هاد لو فيكتور و ايكغيك ما كاينش يعني زيرو يعني اني لين هذا ايكغيك ما كاينش لا وجود لها في هاد التعبير في هاد الجينيراتريز هذا هو جينيراتريز كوم بي اي ليبر حسب التعريف السابق كون بي اي ليبر يعني هاد لا باز اي ليبر اون ديدوي كو بي اي تين باز دو اف دونك ديمونسيون ديال اف ايغال ا دو اذا علاش هي لا باز لانه قلنا انت كتكون لا باز الا كانت سيستيم جينيراتور اذا قلنا انا جينيراتور بليس ليبر غيعطينا لا باز دونك بي اي باز حسب لا تيوريم هنايا بما ان هاد لا باز ديمونسيون ديالها هو جوج مكون من هاد جوج العناصر جوج دو فيكتور ديمونسيون ديالها وبالتالي ديمونسيون ديال اف هو 2 بروبوزيسيون دون ان اسباس فيكتوريال دو ديمونسيون ان سوبيريور ا 0 اون ا توت بارتي ليبر كومبورت او موان ان فيكتور يعني اي توت بارتي ليبر دو او توت بارتي ليبر اي مجموعه حره كنسموها مجموعه حره توت بارتي ليبر كومبورت كتكون على الاقل او موان او بليس يعني او بليس ان فيكتور ما خصهاش تفوت ان فيكتور مثلا ار 3 ما غاديش نلقاو فيها اربعه مكون من اربعه ديال لي فيكتور واحد لا باز غنلقاو فيها ثلاثه ديال لي فيكتور ولا جوج ديال لي فيكتور شفنا المثال في السابق ان سيستيم جينيراتور دو او كومبوزي دو ان فيكتور ان سيستيم جينيراتور دو او كومبوزي دو ان فيكتور فورم ان باز يعني لو عندنا واحد سيستيم جينيراتور كي جينير كي اونجوند او فيه ان فيكتور فيه عدد العناصر ديال ان يعني لا ميم دومونسيون ديال او الوغ فورم ان باز دونك هاد سيستيم غيكون لا باز ديال هاد او هذا وعيد الى ان سيستيم جينيراتور عنده ديمونسيون ديالو ان وكيساوي لا ميم ديمونسيون ديال او دونك سو سيستيم غيولي ان باز دو او Un système libre de E, un système libre de E, composé de n vecteurs, forme n, n base. L'exemple, soit les trois vecteurs de R3 suivants, I1, I2, R3, I3, trois vecteurs, montrant que S qui constitue de I1, I2, I3 est une base de R3. On a appris bien R3, on a appris R3, on a appris la base canonique, on a la base canonique aslan. درنا واحد لا باز لقينا واحد لا باز في واحد المثال عاوتاني هذه غتكون لا باز دو ار 3
هنا كوم ديمونسيون دو ار 3 ديمونسيون ديال 3 هو 3 وكاردينال ديال هاد لا باز اللي عندي هنا هو 3 يعني كتكون مداد العناصر 3 اذا باش نقولوا هذه هاد سيستيم هاد لا باز هذه باش نقولوا راه لا باز دو ار خصنا نبينوا انها اي ليبر هنايا تو سيستيم ليبر ها هو سيستيم ليبر اي كومبوز دو ان فيكتور ان فيكتور عندنا كاينه 3 3 نفس الفيكتور ديال ام غنبينوا بانه ليبر يكفي نبينوا انه ليبر باش نبينوا هنا ليبر غنكتبوا داك الكومبينيزون لاندا 1 اي 1 جيسكا بليس لاندا 2 اي 2 بليس لاندا 3 اي 3 ايكال 0 ونلقاو ان اي 1 ايكال اي 2 ايكال 3 ايكال 0 سون تو سنيل لي لاندا سون دي لين ها هو كتبنا هنا لاندا 1 عوضنا اي 1 بي لوغ فيكتور اي 2 بلوغ فيكتور اكسيلا خص يساوي 0 0 0 اذا كنجمعوا اي 1 اي 1 فوا 1 يعني اي 1 و اي 2 فوا 0 0 اي 3 فوا موان 2 يعني موان 2 3 عاد عندنا اي 1 موان 2 اي لاندا 3 عفوا لاندا 1 موان 2 لاندا 3 غتكون هو الاولى لو كوردوني يعني العدد الثاني هما هادو جوج جوج اي 1 بليس هنا لاندا عاد عطينا موان لاندا 2 ها هي غنمشي هنا صفر اذا غنبقى لنا غير هاد جوج لاندا 1 موان لاندا 2 ها هي خصها تساوي صفر هنا واخيرا هنا فيه 3 3 لاندا 1 بليس 3 لاندا 2 بليس 5 لاندا 3 ها هي دونك خصها تساوي صفر وكنديروا نحصلوا على هذا السيستيم هو هذا سيستيم دي زيكواسيون وبالتالي لاندا 1 موان لاندا 2 لاندا 3 عطينا 0 يعني لاندا 1 يساوي 2 لاندا 3 وغنعوضوا في المعادله هنايا غنكتبوا مثلا النظمة التالي المعادله الثالثه هنا اذا نحيدوا مثلا لاندا 1 ولاندا 2 ونعوضهم بكل شيء بلاندا 3 هنايا وغيعطيني لاندا 3 ايكال 0 ملي كنلقاو لاندا 3 ايكال 0 دونك غنجي نعوضو هنا الا كان لاندا 3 ايكال 0 غيعطيني لاندا 1 ايكال 0 الا كان لاندا 1 ايكال 0 دونك لاندا 2 ايكال 0 لان اول عدد غنلقاو هو لاندا 3 هو باش غنسبقو ايكال 0 وعيد هنايا كيف لاندا غنكتبو هاد المعادله كلها هادي نقصيو فيها لاندا 1 الى لاندا 2 نعوضهم بلاندا 3 باستعمال هادو لاندا 1 هو 2 لاندا 3 اذا عندي لاندا 1 هي هذا عطيني 3 فوا 2 هي 6 اذا هي 6 لاندا 3 يعني وهنا 3 لاندا 2 هي 3 لاندا 2 هنا 3 لاندا 2 غندير هنا 3 وغنضرب هنا 3 عطيني 6 لاندا 1 وغنجي هنا 6 لاندا 1 6 غنضرب هنا 6 عطيني 12 لاندا 3 هنايا 12 وبالتالي بليس 5 غيعطيني في الاخر لاندا 3 ايكال 0 اون ديدوي دونك كو سيستيم اس اي ليبر بروبوزيسيون دونك بريسك اون فا فينير بروبوزيسيون سوا او ان اسباس فيكتوريال اي اف ان سوز اسباس فيكتوريال دو او ان اسباس ولكن اف ان سوز اسباس دو او الوغ les dimensions de f est inférieure les dimensions de طبيعة الحال dimension لأنه هو جزء من e ضمن e dimension de f égale dimension de e إمتى إذا كان e يساوي f إذا كان تساوي نرى طبيعة الحال غيكون la même dimension définition un espace vectoriel e est dit de dimension finie c'est e admet un système générateur fini donc un système vectoriel E est dit de dimension finie يعني الابعاد ديالو منتهيه c'est E admet عنده واحد système générateur fini les éléments ديال هذاك système générateur حتى هو fini l'exemple l'espace vectoriel Rn mené de plus fois est de dimension finie dimension ديالو فين الابعاد rn واخا كنجيبو rn راه dimension ديالو فين علاش puisque il admet un système générateur de cardinal fini ولا على الاقل باز كانونيك ديالو راه فيني يعني فيه e1 jusqu'à en
إذا نتمنى أنكم تفهموا هاد الفقرة ديال إسباس فيكتوريال، من بعد غنشوفوا التمارين حول لي زيسباس فيكتوريال لا باز إلى آخره، ثم ننتقلوا إلى أشياء أخرى من بعد، دائما في داخل ضمن الألجبر بحال لي ماتريس لي زوندومورفيزم إلى آخره.